خلاص يا صاحبي على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب لي عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه ده، الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. العربيه انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوش. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في المايه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا ما هي دي مش بطاطس والمايه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي المايه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان عارف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى كلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. ياريت ياريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان
يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيس وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها شريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا. ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم اريد ان ارجع لبيت حقا حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي. خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه. ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني فعليكوا ينفع نساله؟ مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه؟ احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة. اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا ثلاث مراكب. الدلوعة، فلافيلو، واللي غير الدي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه؟ اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكيه. حكايه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش انا زهقت خلاص وعايزة امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه. انا اسف. بس انا نو واي اروح بيت عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى. وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع. انا مش فاهمه. اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه. اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه انت اصلك هبله يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شريهان حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال. ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده. طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش. عملت لها شوربه ما شربتش. حطيت لها فول ما فولتش. جبت لها دوره ولب خشابي ما قزقزتش. اه وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه عارفاه مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه ده انا في كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتافك وتغور من هنا.
الوقت اتأخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوة حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمه. طب هاكل لهم يا ولد. قوم يا دوريني عرض التفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حتى قال لك ان انا بربي عجول. طب انا ما خدتش سمعتها. انت غور من هنا كتكدايه. شوشو رن لك تكلميني. انت جايبه لنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي الشبح، خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انت ما روحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد القرصان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه يا شريهان. ماشي. انا تقريبا فهمت فعلا بالسرعه دي. طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قولي لي لو سمحتش. لو سمحتش. ماشي. فلايت كان اداني فلاشايه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذه. اوكي فهمت. المهم الفلاشايه دي كان فيها الصور بتاعه المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركه. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفه بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشايه في السلسله. الفلاشايه والسلسله في نفس الجمله؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشيه. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. يلا.